شيخة، أنا سلمان، وأنا نعمان منافس لسلمان، جينا نخطب بنتك ميان، متقدم لها الحين كثير من العرسان، جملة من الفرسان نعرف قدرها زين يا عمي يا شيخان. اطلب وقول شروطك أمرك يا أبو ميان. ميان تريد كل يوم من بلد فستان، ميان تريد كل يوم من بلد فستان، فستان حلو مزركش وبكل الألوان، هذا مهر بنتي تسمع يا سلمان. فابقوا معنا لتشاهدوا أحداثا لطيفة وابتسامات خفيفة. آخر شيء كنت أتخيله أن خياط من بلد بعيدة يجيب لي فستان. معلم خصيب أبو كرش، شو هاي أبو كرش هيدا؟ هيدا تسلى من هاون، بيته بآخر الشارع. من هاون؟ من هاون؟ طيب سلة. وقفت إلا شو؟ أحسن لك تصير أن معلم غيره. من هيدا؟ سمع بيت أبو كشة. من هاي؟ أبو شناب وكشة. من هاون؟ من هاون؟ من هاون شرقة. تلا وقفت إلا خير، إيش عندكم بالضبط؟ أنت عارفة ليش نحن جايين بالضبط؟ إذا كان عن نعمان فأنا آسفة، ما عندي أي شيء إلكم. أنا بعرفكم الآن من هو نعمان اللي واقف قدامكم. يا صوت الأغاني، ارفع جلجلان عالي. لا 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 يا لا يا نعمان لا لا. شاهدت ظلا لأسد كبير عملاق و هجم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمان؟ ايه نعمان، نعمان اللي ترفضينه يا ميان. انت كيف دخلت هنا؟ ازياء ازياء ازياء، عندنا احلى الازياء، بنقدمها كل يوم من مختلف الانحاء. فكر واحمد سلمان يجي لك بطلب ميان، انا اللي بفوز بيها. عندي أصدقائي خلوا التراب مرجان.